زراعيه مباشر. انا عندي مشكله مش لاقيين تعامل. يا بيه عايز محدش مسؤول يا عم. الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحديد الأهداف مهم جدا، خصوصا لو كنا بنتكلم على ملفات مرتبطة بشكل أساسي أو هي تعتبر الأساس بالنسبة للأمن القومي الغذائي المصري. تحديد أهدافنا إذا كنا في بعض المحاصيل هنزرعها وهننتج منها ونتوسع في زراعتها ولا احنا هنستوردها، وده قرار ما هوش سهل ابدا. لان لما بتيجي تتكلم على ان انت بتنتج محصول استراتيجي، ومعنى كلمه استراتيجي ان هو ليه اهميه وليه تاثير وجوده في الاسواق او عجز في الكميات المعروضه، ده مهم جدا. محصول استراتيجي يعني انت بيدخل عندك فيه اكتر من استخدام، ليه قيمه اقتصاديه وليه قيمه غذائيه. تحديد الاهداف زي ما قلت في البدايه من اهم عوامل النجاح في المجال الزراعي. هتزرع ولا هتستورد؟ لكن في بعض الأحيان بيكون في بعض العوامل الأخرى زي المصلحة العامة، المصلحة الشخصية اللي ممكن تأثر على المصلحة العامة. بمعنى القطن لما دخل مصر كان داخل بهدف الزينة، ولكن مع مرور السنوات وبعد دخوله في عهد محمد علي باشا زادت مساحات زراعته من موسم للآخر، وبقت ليه سمعة طيبة على مستوى العالم، واحتل مكانة كبيرة جدا في الأسواق العالمية. وكان بيدعم القرار السياسي في مصر. بالنسبة للفلاح أو للمزارع، ارتبط القطن بكل مواسم الفرح في حياته، موسم الحج، زواج الولاد، هيتوسع في منزله، هيشتري أرض جديدة، هي كلها كانت مرتبطة بموسم جني القطن. عام بعد التاني ابتدينا نشوف تحرير نظام التوريد والتجارة العالمية، ويدخل لمصر الأطان قصيرة التيلة، ونبتدي أو فئة تظهر في المجتمع المصري هي بتدور على المكسب، هي الهدف الربح، حتى لو كان الربح ده قصير المدى. لان انت هيجي لك يوم مش هتقدر تنافس، لان انت ما عندكش ميزه تنافسيه. انت بتدخل اصناف قصيره التيله موجوده عالميا، الميزه اللي موجوده عندك. لكن انت لو اشتغلت على الصنف الرئيسي او الاساسي اللي موجود عندك زي القطن المصري، فانت كده بتحافظ على ميزه تنافسيه مش موجوده غير عندك في بلدك. طبيعه الارض المصريه، المناخ، جوده المياه، كلها بتؤدي ان انت بتتميز بانتاج القطن طويل التيله. بعد ما دخل القطن قصير التيلة، كنا لما نيجي نتكلم مع أصحاب المصانع يقول أصل أنا بستورده لأن هو ده اللي أقدر أصنعه، الماكينات اللي موجودة عندي مصممة خصيصا للأقطان قصيرة التيلة. لما نسأل الخبراء يقولك أكذوبة من أجل أن جلب أقطان رخيصة الثمن من الخارج. طب ده أثر على المزارع، أثر عليه تأثير سلبي كبير جدا، لأن هو كان ابتدى يئن من عدم تسويق قطن او القطن اللي بيزرعه. موسم بعد التاني ابتدينا نشوف المساحات بتقل موسم لموسم. خلاص الميزه اللي موجوده عند الفلاح ان انا بسوق المحصول وبحقق منه هامش الربح ما بقتش موجوده. المصنع بيدور على الارخص. بعد الاجراءات الاقتصاديه اللي حصلت، وكان سبقها تدخل من وزاره الزراعه ومن الاتحاد التعاوني ان القطن يتم توريده للجمعيات. مفيش حد هيورد اقطان الا صاحب الحيازه، هو اللي مسموح له ان هو يخش. التاجر ممنوع، مفيش حاجه اسمها احتكار، مفيش حاجه اسمها ان انت تروح تضغط على الفلاح وتقول له لا اصل مفيش اسواق بتطلبه وهو عنده تعاقدات وتوريدات اكبر من الكميه المزروعه. لكن هو كان بيلعب على احتياج الفلاح ان هو يسوق محصوله. دخول التعاونيات بقى لنا 3 سنين، وان هي تستلم القطن المصري، دي كانت خطوه مهمه جدا نجحت أو شجعت الفلاح إن هو يراجع حساباته مرة تانية، وإن أنا عايز أزرع. لما رجع الفلاح يتوجه لزراعة القطن مرة أخرى، قابلته مشكلة. البذر اللي موجودة والأصناف وخلطة في الأصناف وبذور مغشوشة ومشاكل تحصل عنده في الزراعة. وزارة الزراعة تدخلت وتعاقدت على أقطان الإقصار، حددت الأصناف في محافظات معينة، كل محافظة ليها سياسة صنفية.
المكافحه والمتابعه والحملات الارشاديه، ابتدينا نشوف القطن بيرجع مره ثانيه، ابتدينا نشوف المساحات بتزيد. معنى ايه؟ معنى الكلام ده ان احنا منظومه التسويق الناجحه بتشجع الفلاح، لان هو الراجل ده صاحب مشروع عاوز يحقق هامش ربح، وبالتالي النهارده لما بقف جنبه بقول له ما تقلقش وقت الجد او موسم الحصاد هتلاقيني كدوله بتدخل، الراجل ده هيزرع هيشتغل هيتغلب على اي مشاكل. اللي حصل في القطن هو اللي حصل في الذره، نفس السياسه، لكن الاجراءات الاقتصاديه الاخيره هي حمايه للمنتج المصري. بعد ما كنا بندعم المنتج الاجنبي، لا النهارده انت بتتعامل مع المنتج المصري بالسعر العالمي، فدخول اي منتج اخر هيبقى فيه تنافس في السعر، والمنتج المصري هيبقى في مصلحته او المنتج المصري. اللي كان بيحصل في الذره، وللاسف في موسم الحصاد بيتم استيراد اصناف رخيصه الثمن من الخارج، يقدر المستورد في هذا التوقيت ان هو يضرب الفلاح في مقتل، ما يقدرش يسوق الذره، يبتدي تظهر عنده مشاكل، موسم للتاني قلت المساحات. احنا بقالنا اكتر من موسم بنتابع الجهود الحسيسه القويه اللي بتقوم بيها الدوله لعوده زراعات الذره او التوسع فيها مره اخرى، خصوصا الذره الشاميه، لان هي محصول من المحاصيل الحبوب الرئيسيه في مصر، هي بتستخدم في تغذيه الانسان والحيوان، واحنا بنستورد منها كميه ضخمه سنويا. تابعنا مع حضراتكم من فتره توقيع بروتوكول مهم جدا بين وزاره الزراعه، الاتحاد التعاوني، اتحاد منتج الدواجن، هنستلم الذره من الفلاح، وتم الاعلان عن السعر، تم الاعلان عن الضوابط، الفلاح كان منتظر طول هذه الفتره. من وجهة نظر الشخصية تأخرنا، بس في النهاية في خطوة قوية هنستفيد منها في هذا الموسم، وهتضع ضوابط وآليات للمواسم القادمة، وهتكون انطلاقة بإذن الله. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من الزراعة مباشر.